السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بالسجق في حلة واحدة، من أسرع الحاجات اللي ممكن نعملها. زي ما كل أكلاتي سريعة، بنعمل معظم حاجاتنا في حلة واحدة بطريقة سهلة وسريعة جدا. معظم الأكلات اللي بنحب نعملها في حلة واحدة، فك أزمات، مش عايزين نبهدل الدنيا ومش عايزين نستخدم حاجات كتير. تعالوا نشوف هنعملها ازاي بمنتهى السهولة، هتاكلوا صوابعكم وراها. مبدئيا كده عشان نقطع السجق الصغير زي ما احنا عايزين، لازم يكون شبه متجمد. فكك حاجة بسيطة، سامعين الصوت وانا بفكه من بعضه؟ صوت التلج يا دوبك اهو. فكك حاجة بسيطة كده، تقدروا تقطعوه بمنتهى السهولة للأحجام اللي تعجبكم. هيتقطع معاكم ومش هيفك منكم اهو. بقطعه لصغير وماسك نفسه جدا، ما حصلوش اي حاجة. انا فتح الصوت مخصوص عشان تسمعوا صوت التجميدة اهو. تقدروا تقطعوا الحجم اللي يعجبكم ادام مجمدينه شوية. انا فضلت اقطعه صغير علشان اللي يغرف مكرونة يطلع معاه سجق. عايزين تقطعه لنصين، اكبر من كده شوية براحتكم خالص، بس الحجم ده مع المكرونة بيبقى وهمي. وقطعت خضار ترنشات كبيرة شوية عشان تبان مع المكرونة، لانها هتدبل، فلما تدبل ما تختفيش. وفي الحلة او الوق اللي هنشتغل فيها او الطاسة اللي انتوا عايزينه، هننزل بشوية من الزيت، شوية صغيرين جدا لان السجق هينزل الدهون بتاعته، فمش عايزين نكتر دهون. وده طبعا بعد ما تأكدت انها سخنت كويس جدا، هنزل بالسجق بتاعي وابتدي اشوحه. ونلاحظ قد ايه هو ماسك نفسه وما جرلوش اي حاجة مع التشويح، لان احنا مقطعينه وهو متجمد وطبخناه وهو لسه ساقع، ما استنيناش انه يبرد. بصوا، اخد الصدمة وابتدى ينزل الدهون بتاعته لان الطاسة سخنة جدا، وبقلب براحتي ما بيجرلوش اي حاجة. بعد ما اخد تشويحة هنزل بست فصوص من الثوم المفرومين. السجق بيحب الثوم جدا. نقلبهم بقى وريحة الثوم تبتدي تطلع، وهبتدي انزل بالخضار بتاعي. حطيت بقى فلفل حامي كمان، وطبعا ده بيكون اختياري لو عايزينها سبايسي ومفيش اطفال هتاكل منه. بشوحهم معاه. التوابل هتعتمد على السجق بتاعي متبل حلو ولا لا. في سجق ما بيبقاش محتاج اي حاجة، بيبقى متبل كويس جدا. بس في حاجة واحدة ما استغناش عنها مع السجق حتى لو متبل كويس جدا، معلقة البابريكا دي بتبقى السر ان السجق بيطلع طعمه وهم. حطيت معلقة من البابريكا، وهحط حاجة اختيارية، معلقة من مرق الدجاج الباودر. دي حاجة اختيارية ممكن تستغنوا عنها خالص، بس هتعزز معايا الطعم. وهستمر في التقليب، وفي المرحلة دي تقدروا تحطوا الملح والفلفل بتاعكم حسب الرغبة. طيب، هي ايه الافتكاسة ان احنا نعمل مكرونة بالسجق ونعمل لها فيديو مخصوص وهي مليانة على اليوتيوب او مليانة فيديوهات في كل حتة؟ هي بس الافتكاسة الوحيدة ان احنا هنعملها في حلة واحدة، ومش هنسلق المكرونة، مش هنسلقها خالص، احنا هنعمل كل حاجة في حلة واحدة. اختاروا نوع مكرونة صغير مش كبير عشان يستوي بسهولة جدا، وما يبص معانا ويعجن، ياخد معانا الموضوع 10 دقايق بس. انا اخترت النوع ده من المكرونة، رفيعة ومش كبيرة، وهتستوي معايا بمنتهى السهولة. هاخد بقى تشويحة للمكرونة مع السجق والخضار، تشويحة حلوة. التشويحة دي السر اللي هيخلي المكرونة ما تعجنش معايا وتستوي وهي ماسكة نفسها حلوة قوي. وبعد ما اخد التشويحة لمدة 5 دقايق كده، ابتدي بقى انزل بمعلقتين من الصلصة. الصلصة العادية خالص، لا صوص طماطم ولا حاجة، صلصة عادية خالص، معلقتين كبار كده حلوين. وبرضو سر من الاسرار ان الصلصة طعمها هيطلع حلو قوي، ان انا هشوح الصلصة، هشوحها مع المكرونة والسجق لمدة 2 كمان. بعد ما شوحنا الصلصة كمان، هنزل بنص لتر من المية. انا عايزة الصوص كده كأنها مبكبكة، عايزة الصوص غني، بس في نفس الوقت انا مش عايزاها تتسلق قوي وتبقى معجنة، فحطيت نص لتر بس. عايزين تزودوا حبة قليلين الاول، تتأكدوا ان كده تمام، وتزودوا بعدين مفيش مشكلة.
وهغطي عليها لمدة 10 دقايق بس. في النص ممكن نفتح ونقلب عشان نتأكد هي تمام ولا لا. فتحت اهو عليها، حسيت ان هي قربت، هستنى عليها كمان 2 3 دقايق وبعدين نبقى نقفل. انا عجبني قوي ان الصوص غني كده، هي كده جميلة جدا. وخلوا بالكم انها لما بتبرد بتمسك نفسها شوية. هنديها 5 دقايق وبعدين نفتح عليها تاني. اهي بعد ال5 دقايق بالنسبة لي كده تمام، الريحة تحفة تحفة. زي ما اتفقنا لو السجق بتاعكم مش متبل كفاية ممكن تحطوا معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة، بس انا بتاعي متبل كويس جدا مش محتاج اي حاجة. ده بيعتمد على الجزار بتاعكم والتوابل اللي بتطلبوها منه. خلاص انا كده تمام جدا بالنسبة لي. خلصنا مكرونة بالسجق في حلة واحدة. ما تنسوش اللايك والشير، تنسوش تفعلوا الجرس عشان نعمل مع بعض حاجات كتيرة جاية، ويصلكوا مني كل حاجة جديدة. باي باي.